نبيل صالحاني رئيس قسم التدريب بالدفاع المدني لا يدعنا بحصيلة عملياته بالساعات الماضية، كيف كانت أوضاع الويك أند؟ صباح الخير أستاذ نبيل. نور، يعطيكم العافية. أنتو كمان. تفضل، ينعاد عليك. ميرسي وعليكم إن شاء الله. بالنسبة للعمليات اللي قامت فيها عناصر المديرية العامة للدفاع المدني، كان في 9 مهمات لإطفاء الحرايق. طبعا هو تنوعوا بين حرايق منازل وسيارات وكهرباء، مهمتين بالإنقاذ، و9 مهمات كانوا للإسعاف، كمان تدخل لحالة طارئة وحوادث للسير، ومهمتين للسلامة العامة. ما كان مجموع 22 مهمة بال 24 ساعة يلي مرقت، أكيد دايما بالإضافة للمهمات اللي بعدها مستمرة ضمن نطاق مرفق بيروت. بتمنى للجميع السلامة، ويكونوا عم ياخذوا الوقاية اللازمة من الوباء ما يوقعوا بأي مشاكل، وتذكروا دايما في رقم الطوارئ 125 للدفاع المدني موجود 24 على 24 لتلقي أي طلب للمساعدة. وشكرا لكم. الله يحميكم نبيل صالحان، يعطيكم العافية أنت وكل فريق الدفاع المدني. إلى فقرتنا